سلام، اليوم حابب أتكلم عن مقطع صغير للرئيس دونالد ترامب يوم 27/3 في البيت الأبيض. حكى لحاله، تكلم لا حد سأل ولا شيء، طلع من عنده أنه طلب من نائب الرئيس تاعه مايك بينس أنه ما يتصل في حاكم ولاية واشنطن، ما يتصل ويتكلم مع حاكم ولاية ميتشيغان. He calls all the governors. I tell him, I mean, I'm a different type of person. I say, Mike, don't call the governor of Washington. You're wasting your time with him. Here in Washington State tonight, 175 people have now died. 3,700 more are sick. Governor Jay Inslee says he can only guess at how many more people will get the coronavirus. The state is now writing up plans for the worst case scenario. Don't call the woman in Michigan. Governor Gretchen Whitmer officially calling on President Trump for a major disaster declaration in Michigan. ليش؟ ولك إذا احترموه كلمهم. فعليا اللي قاعد يصير ترامب مغير أولوياته. هو حاليا بيشوف اللي بيصير فرصة لإله عشان يترشح مرة تانية في انتخابات الرئاسة في شهر 11. السبب إنه منافسه الديمقراطي جو بايدن ما بيقدر يطلع ويسوي اللي دونالد ترامب بيقدر يسويه. بايدن قاعد ورا شاشة وبتكلم، لكن دونالد ترامب كل التلفزيونات بتصوره وبوصل لفئات كتير من الشعب وكتير من الناس بيستنوه. يعني اليوم عنده الساعة 5 بتوقيت واشنطن عنده مؤتمر صحفي تاني في البيت الأبيض وكتير ناس بيستنوا فيه ومنهم أنا. فبالتالي اللي الرسالة اللي بوصلها دونالد ترامب من مقابلاته إنه الأولوية مش للشعب، الأولوية للاقتصاد، بدنا الشعب يرجع يشتغل ويصير اللي يصير. حتى في كلام عن CEO السابق لبنك ويلز فارغو حكى لو ماتوا 1000 ايش بده يصير. المهم اللي قاعد يصير من ترامب هو عبارة عن إبادة للبشرية. تقريبا الناس على تويتر انجنوا عليه، كيف أعطى أولوية للغرور تاعه انه يطلب من نائبه انه ما يتكلم مع ناس محتاجين المساعدة، وكل اللي بيموتوا هلأ الناس قاعدين يحطوها على ترامب نفسه مش على حاكم ولاية بسبب تصرفاته. ما بعرف وين حتروح المشكلة وشو اللي حيصير. ان شاء الله ما بيجي لكل خير. خليكم.